أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما زال حديثي مع نفسي وأنا أقرأ بيان المرجعية الدينية الشريفة في خصوص الوباء المنتشر في وطننا الحبيب. هذه الأحاديث انتهت بي إلى هذه النقطة، وهي أن الإعانة على النفس أمر محرم، ومن يعين على نفسه العياذ بالله يدخل في دائرة البراءة، أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يبرؤون منه. في دائرة الإعانة في حديثي هذا مع نفسي، هو الحديث الثالث إن شاء الله، سينطلق كذلك من هذه الجهة، جهة الإعانة. الإعانة على النفس عندما يعرض الإنسان صحته للخطر يكون ممن أعان على نفسه. في باب الإعانة هناك روايات كثيرة تشير إلى نقطة مهمة، أنه من يعرض ذهنه للخطر. أنا أعرض ذهني للخطر، وعلى أساس تعريض ذهني لهذا الخطر أتبنى آراء وأفكارا لا تطابق الواقع، أكون كذلك ممن أعنت على نفسي. فهناك تأكيد من المعصومين عليهم السلام على عدم تعريض الإنسان نفسه للأفكار الضالة، لكتب الضلالة، للأفكار الضالة، أنه عليه أن ينظر من أين يأخذ الخبر، ينظر من أين يسمع، ينظر أنه إلى أي شيء يتبنى حتى يكون في أمان وسلام. في الحديث الشريف أنه ولا يعين على نفسه الغواة، الغاوي، أني أعين غاويا على نفسي لكي يغويني، رأس الغواة هو الشيطان. فأنا إن أعنت الشيطان أو أعنت أي دائرة أخرى على أن تغويني تجاه قضية ما، فأكون ممن أعنت على نفسي. إعانة الغواة كيف يتشخص عندي أن هذه الجهة غاوية وتلك الجهة ليست بغاوية؟ عندما أقف أمام نفسي، عندما تكون هذه الجهة السامية العالية تقول أن هناك شيء، وتقف جهة أخرى قد يكون عقلي، قد يكون أشخاص آخرين يتكفلون بإضلالي، يقولون لا ليس هناك من شيء، عندما يصبح هناك تضاد بين هذين الطرفين قطعاً أن المفروض أني أجزم جزماً أن هذه الجهة لا تفكير أبداً في رجحان هذه الجهة، وأنه أصلاً هذه الجهات الأخرى لا يمكن أن تقارن بما تقوله هذه الجهة. من أين أن هذه الجهة معتمدة والمفروض أن كل ما تقوله المفروض أنه لا نقاش فيه؟ هناك عبارة مشهورة عند أهل العلم يعبرون عندما تتعارض أشياء معينة، أنه إذا كان بعض هذه الأشياء من البديهيات فقطعاً ما يكون مقابل للبديهي يعبر عنه بالشبهة، فالشبهات في مقابل البديهيات. البديهيات هي عبارة عن مجموعة قضايا، عبارة عن مجموعة علوم، خلينا نعبر عنها بهذه الطريقة، أخبار. فهناك جهة من الجهات أو واحدة من القضايا البديهية ما يعبر عنها بالقضايا التجريبية. أنا من خلال تجربتي الطويلة في حياتي رأيت أن هذه الجهة ما كانت لتتكلم في يوم من الأيام إلا بما فيه صالحي، ما يوم من الأيام ساومت على مصالحي، ساومت على ديني، ما أخذتها في الله لومة لائم، ما كانت لتتبدل وتتلون بتغير الظروف وتغير الأوضاع، ما كانت لتتكلم إلا بميزان، كلامها موزون، كل مفردة تخرج عن لسانها المفروض أنها موزونة بميزان، وما كانت لتتدخل في كل شيء وإنما تتدخل في المفاصل الحياتية الرئيسية والمهمة التي تتوقف حياتي عليها. فأنا خلال تجربتي الطويلة مع هذه الجهة، هذا الثبات وعدم التبدل، هذا المحافظة الشديدة على الدين، على المؤمنين، هذا يكشف عن رسوخ في عدالة هذه الجهة، وأنها لا تقول شيئا
تراعي فيه مصالح شخصية، وإنما همها الأكبر أداء تكليفها الشرعي تجاه المؤمنين وتحصيل مصالحهم الدنيوية والأخروية. فعليه قطعا ستكون هذه الجهة أشبه ما تكون بالبديهية، اتباعها بالأمر البديهي، وأنه ما يقابلها المفروض أنه أمر قطعا لا يكون من البديهيات وإنما من الشبهات. وعندما تقف الآن جهات كثيرة وأسمع بهذه الجهات أنها تعارض هذا التوجه للمرجعية الشريفة، يخطر في ذهني هذه العبارة التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام يوم جمع مع مجموعة أشخاص لكي يرجح واحد من هؤلاء الأشخاص، قال أنه كيف أقرن أنا مع مثل هؤلاء، أنا لا أقرن مع مثل هؤلاء. فعندما أتذكر هذه المرجعية، عفوا هذه المقولة الخاصة، وأطبقها على ما نحن فيه اليوم، أتساءل أنه كيف يمكن لي أن أتردد للحظة في المقارنة بين ما تقوله المرجعية الشريفة صاحبة العدالة الراسخة وبين ما يقوله الطرف الآخر. هل يمكن لشخص أن يتردد؟ ثم هل يمكن لشخص أن يرجح قول الطرف الآخر على هذا القول؟ في النهاية أتذكر ما قلته لنفسي في الحديث الأول، أنه لو عقل أهل الدنيا خربت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.